Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, today we are going to take the last text in Unit 7. It's in the activity book, page 37. Look at this text. We don't have a title for it. ما عنا عنوان إلو هذا النص. لكن it's talking about how to acquire a language. كيف نكتسب لغة. Okay. Now let's look at exercise 9. Read the text and complete the missing headings. Headings اللي هي العناوين. إحنا نكمل العناوين زي ما أنت شايفة أنا كتبهم ومخلص. طبعاً we are going to complete the headings from exercise 9. Let's look at the headings. One heading is not needed. A. How long are the courses? نسأل هنا لما أجي أسأل عنها أحكي لك how long. So I talk about the duration of time. How long يعني كم مدة؟ فإذا أنا قاعد بحكي لك عن duration of time، عرفتي عن فترة زمنية. How long are the courses؟ أنا ممكن أجي أحكي لك كورس اللي هو المسار التعليمي أو المقرر التعليمي، فإحنا هنا نسأل عن قديش مدة المسارات التعليمية أو المقررات التعليمية. B. How much does it cost؟ كم تكلف؟ يعني قديش بتكلف من المال؟ C. Learn English fast the natural way. تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة اللي هي عندك the natural way الطريقة الطبيعية. D. What exactly do you mean by total immersion? ماذا نعني بالضبط بمصطلح total immersion؟ total كامل أو كلي، شيء بالكامل. وعندك immersion معناها انغماس، فعنا هنا total immersion الانغماس الكامل. شو يعني هذا المصطلح؟ ورح نشوفه احنا من خلال النص. E. What will I be doing? What will I be doing? The things that I will do there. The activities. النشاطات اللي راح أعملها هناك راح نشوفها. راح يكون عندنا heading إلهم. Okay. So we have a new word. في عندي كلمة جديدة اللي هي emerging. Before we begin. راح نبلش طبعا it's in paragraph 1. You can look at the worksheet booklet. ممكن تطلعي على الدوسية page 47. We have vocabulary. طبعا مرت معنا بالدرس السابق كانت عندي باللسنينج كارير ادفايزر وادفايزر وادفايز وادفايس كانوا عندنا كلياتهم بالدرس السابق، يعني كان بالفوكابيولري هنا ما في مشكلة، لكن اللي موجودين عندنا بالنص هون نمبر 2 اند 3. تيلر ميد راح تمر معاي ومرت معانا قبل هيك، اللي هي مرت معانا لما حكينا عن السبيس سكولز اذا متذكرينها. تيلر ميد، فانتبهي انه هاي الكلمة موجودة في القطعة تبعت سبيس سكولز وموجودة بهذا النص كمان، اللي هي كاستم ميد اور ميد تو فيت اكزاكتلي، اللي هي معناها مفصل او مفصل خصيصا لشيء معين او معد خصيصا، عرفتي؟ لشيء معين. هسا اميرس الفيرب اللي هي هالكلمات اللي بدنا نحكي عنهم، اللي هي عندنا المين وورد هير، الكلمه الرئيسيه اللي هي اميرس وايمرجن. اميرس اللي هي الفيرب وايمرجن الناون. اميرس معناها يغمس او ينغمس او ينهمك في شيء معين، اوكي؟ والناون منها انهماك او انغماس. Emergent. To be deeply involved in something. اللي هي يكون طبعا ينغمس في عمل شيء معين. Okay. And spend most of your time doing it. اللي هي ينهمك في عمل شيء معين ويمضي معظم وقته في عمل هذا الشيء. طبعا هاي الكلمة الرئيسية immerse الفيرب emergent الناون منها، وانتبهي تيلر ميد مرت معك للمرة الثانية. فإذا لما أجي أحكي لك total immersion فإذا هي انغماس كامل. اوكي let's begin our text. هسا بدك تنتبهي كل مره للهيدنجز، يعني هون حتى لو انا معبيهم بدك تنتبهي انه هون why did we write this heading، ليش احنا كل مره حطينا العنوان؟ يعني انت بتخافي انه تجيكي هاي الباراجراف وتجيب لك الهيدنجز هذول، يجيب لك 4 of them، اربعه منهم. What is the heading of this paragraph؟ فهي شغله وارده يعني من في كل النصوص اللي فيها headings. اوكي هاي اول شغله بدك تنتبهي لها. Now let's begin. It said that. لاحظي البداية. It is said that وكملناها. هاي ايش بايش بتذكرك في الimpersonal passive؟ صح؟ It is said that يقال انه the best way to acquire a language.
acquire اللي هي معناها يكتسب. The best way to acquire a language is to immerse yourself in it. يقال إنه أفضل طريقة إنه أنت إنه نكتسب اللغة هي إنه نغمس نفسنا فيها. Immerse yourself in it. إنه تغمسي نفسك أو تنهمكي في هاي اللغة. Okay. هسا it. What does it refer to? It refers to a language. راجعة ل language. Okay. And that's what we offer at Extreme English. هذا الإشي اللي إحنا منعرضه عليكم أو بنقدمه في برنامجنا أو الدورة تبعتنا اللي هي Extreme English. الحد الأقصى أو الدرجة القصوى من اللغة الإنجليزية اللي هي شو معناها؟ مش حطلك هنا نقطتين؟ إذن Total Immersion. So what do they mean by extreme English? شو قصدهم الحد الأقصى أو الدرجة القصوى من اللغة الإنجليزية اللي هي total immersion اللي هي الانغماس الكلي باللغة. Okay? This is the name of the course. اسم الدورة extreme English. Okay? اللي معناها what does this mean? اللي هي total immersion. Okay? So what's the heading of this paragraph? اللي هي عندك C. Learn English fast. The natural way. تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة اللي هي بالطريقة الطبيعية. Okay. So the question here. في عنا سؤال هون. أول شغلة إنه ممكن يجيب لك هذا الباراجراف ويجي يحكي لك what's the heading من هدول الهيدنجز اللي أنت شايفيتهم. رح نختار learn English fast the natural way. كيف عرفنا إنها تعلم اللغة الإنجليزية الطريقة الطبيعية؟ لما يجي يحكي لك the best way to acquire a language is to immerse yourself in it. إنك تغمسي نفسك فيها. أنت ما عملتي إشي غريب. أنت بس حطيتي حالك. طبعاً you are surrounded with the environment, the natural environment to learn English. أنت حطيتي حالك في بيئة وصرتي محاطة ببيئة طبيعية لتعلم اللغة الإنجليزية. كل إشي حواليك كلية تناطق باللغة الإنجليزية والناس وكل إشي. فإذا هذا إيش اسمه؟ total immersion. هاي هي natural way، الطريقة الطبيعية. يعني مش بس بدك محاضرات أو حصص عشان تتعلم اللغة، هاي بتتعلمها بطريقة طبيعية. أوكي؟ فإذا what does total immersion offer? إيش بتقدم لنا اللي هي total immersion أو extreme English? What does it offer? إيش الإيش اللي بتقدم لنا إياه؟ اللي هي the best way to acquire a language is to immerse yourself in it. هاي هي اللي بتقدم لنا إياه. أوكي؟ أو total immersion اللي هي انغماس الكلي. الأفضل طريقة إنه نكتسب اللغة إنه ننغمس أو ننهمك فيها. Number two. You will stay in one of our beautiful apartments. Now, they are explaining about how is this total immersion. كيف هذا total immersion انغماس الكلي؟ بحكي لك. You the reader or the student who comes to take this course. الطالب اللي بده يجي ياخذ هاي الدورة. You will stay in one of our beautiful apartments. رح أنت تكون إقامتك تقيمي في واحدة من الشقق apartments اللي هي شقق في واحدة من شققنا الجميلة. You'll hear طبعا what is the benefit of this. شو الفائدة من أنه ييجوا يعني for example you want to take this course. You should go and live in their apartments. يعني لازم تروحي وتعيش في واحدة من هاي الشقق تبعونهم. What's the benefit of that? You will hear and speak English all day long. رح تسمعي وتتحدث اللغة الإنجليزية طول اليوم. Okay. So what's the benefit of living in the apartment? You will hear and speak English all day long. رح تسمعي وتتحدث اللغة الإنجليزية طول اليوم. يعني ما عندك ولا أي حدا هناك بتحدث اللغة العربية. كلياتهم لغة إنجليزية. Okay. You can either join a small group of other students of a similar level or request a tailor-made course. So, you have طلعي أنا النوتس اللي حطت لك إياهم هنا الملاحظات أو الأسئلة اللي ممكن يجي عليهم. هنا the two choices الخيارين. أنا ليش حكيت لك choices؟ لأنه قاعد بحكي لك you either إما or أو. Okay. Either or إما أو. فأنا عندي إذا دائما either or تعطيكي choices أو options خيارين.
The two choices to learn English in the total immersion. في عندك خيارين انك الطريقة اللي تتعلمي فيها الإنجليزية في التوتال إيمرجن أو الإكستريم إنجلش. هسا يو كان إيذر، إما بتيجي أول ما تروحي على الشقق بعندك خيار to join a small group of other students of a similar level. الخيار الأول إنه أنت تنضمي لمجموعة الطلاب اللي من نفس مستواكي. For example, you are توجيهي، أنت توجيهي. You go and take the course with توجيهي students. If you are in the 10th grade, you go and take this course with the 10th grade students. Okay? This is the first choice. يعني من أول قرار بدك تتخذي which group of people you are going to take the course with. أي مجموعة ناس أنت بدك تأخذي معاهم. فإذا حكينا to join a small group of other students of a similar level إنهم نفس المستوى نفس مستواكي باللغة الإنجليزية or number two الخيار الثاني request تطلبي أنتي a tailor-made course إنك تطلبي دورة معدة خصيصا إلك يعني مش شرط إنها تكون يعني ممكن يجي نحكيك مستواكي أعلى من الطلاب اللي بعمرك أوكي فأنتي بتطلبي دورة معدة خصيصا إلك أوكي أو معدة خصيصا لسبب معين Now, we have examples here. Examples on the courses. مش إجي حكالك request a tailor-made course. أنت ممكن تطلبي دورة معدة خصيصاً أو مناسبة إليك يعني. Okay. هسا examples on these courses. هسا أمثلة على هاي الدورات. You may require a course in academic English. يعني الدورة اللي راح تطلبيها ممكن إنها تكون academic English بالأكاديمي يعني الإشي اللي بخص المادة الأكاديمية اللي أنت بتدرسيها to prepare you for undergraduate or postgraduate studies هسا هاي الدورة الأكاديمية اللغة الإنجليزية الأكاديمية بتكون كإشي تحضيري إلك أو بتهيئك لا undergraduate or postgraduate studies for example أنا بس أعطيكي مثال كيف هاي Academic English بروحوا ياخذوا الدورة الإنجليزي الأكاديمي اللي هي مناسبة لهم مثلا أنا بدرس بالجامعة بكالوريوس للأندرغراديويت ستودنت بدرس عشان شهادة البكالوريوس أوكي For example he is studying accounting بدرس محاسبة ففي عنده مادة باللغة الإنجليزية مش فاهمها فبروح ياخذ دورة باللغة الإنجليزية عشان تساعده في المادة اللي بده ياخذها بالجامعة for undergraduate okay studies للدراسات الجامعية لدراسة البكالوريوس أو ممكن يجي يحكي لك for postgraduate studies لطلاب الدراسات العليا باخذ دورات معينة بتأهلهم للدراسات العليا الماسترز and the doctorate okay للدكتوراه والماجستير ماشي فإذا هي أول خيار بالنسبة للكورسز إما يكون أكاديميك إنجليش أو بيحكي لك أور أفوكيشنال كورس أو ممكن يكون دورة مهنية to help you with your career هاي بتساعدك في وظيفتك يعني واحدة مثلا بدها تكون سكرتيرة ومطلوب إنها تكون عندها طلاقة باللغة الإنجليزية فإذا الكارير المهنة تبعتها تتطلب اللغة الإنجليزية فبتيجي بتاخذ vocational كورس أوكي That's it. فإذا we have two types of courses. ماشي نوعين من أنواع الدورات اللي ممكن تأخذها. مش حكالك you request a tailor-made course. So what are the two kinds? أعطاني مثالين على هاي الدورات اللي ممكن يأخذوها. Academic in academic English. ولا إيش الأكاديميك بدك تعرفي for undergraduate or postgraduate studies. الvocational الثاني اللي هي to help you with your career. That's it. لعند هون. Either way, you will live and work together as a family. Either way, أي طريقة أنت اخترتيها هسا سواء أنت اخترتي academic أو اخترتي vocational بيحكي لك you will live and work together as a family. رح تعيشوا وتشتغلوا معا كعائلة واحدة. هسا أنت ممكن تختاري إنه بدك you can حكينا either join a small group of other students of a similar level ممكن طلاب من نفس مستواكي أو request حكينا or request a tailor-made course وحكالي مثالين عليها أي طريقة فيهم عادي رح تعيشوا مع بعض group will live and work together as a family رح تعيشوا وتشتغلوا مع بعض في البيت كيف العائلة you watch TV with each other, you cook with each other, eat with each other, عرفتي؟ So and talk with each other in English. طبعا بأي طريقة أنت اخترتي راح تعيشوا مع بعض as a family.
Now let's look at the heading. What exactly do we mean by total immersion? شو إحنا ماذا نعني بالضبط بالtotal immersion؟ أوكي أعطاني شرح على total immersion. حكالك أول ما تروحي بدك تعيشي في شقة. ليش بدك تعيشي؟ You will hear and speak English all day long. وشرح لي You can take the course in two ways. ممكن تاخذيه بطريقتين، تختاري الطريق واحدة من هذول الطريقتين وبتختاري الكورس اللي بدك إياه. أوكي number 3 what will I be doing what will I be doing لاحظي أنا حكيت لك الهيدنج قبل ما نبلش شو رح أكون بعمل أنا we chose E with number 3 شو رح أكون أشتغل أو النشاطات اللي رح أكون أعملها في أثناء هاي الدورة look at the time أول إشي بلش لي بالوقت in the mornings بالصباح شو كل يوم الصبح بتعملي وحكالي بعد هيك ملاحظة معاي line 23 حكالي in the evenings okay I prefer you highlight them ياريت تضللوا لي إياهم هسا in the mornings what do they do in the mornings after breakfast بعد ما يأكلوا الإفطار ما يتناول الإفطار one or more of our trained and experienced teachers will arrive رح توصل حدا أو أكثر من معلم مالهم experienced trained and experienced trained مدربين experienced خبيرين okay will arrive رح يوصلوا لوين they will arrive to your to the apartment that you live in رح يوصلوا للشقة اللي انت عايش فيها مع مجموعة الطلاب okay and you will have 3 hours of intensive tuition رح تحصلي على 3 ساعات من التدريس الحصص عادية حصص إنجليزي tuition intensive tuition تدريس المكثف لاحظة ملاحظة 3 hours of intensive tuition so after breakfast اللي هي in the morning you will have 3 hours of intensive tuition so this is the most formal the most formal part in the day هاي أكثر يعني جزء في اليوم إنه رسمي يعني أنت بتأخذي حصص كأنك بالمدرسة فإذا لكن إيش المعلمين بوصل بيجوا هم بيداوموا بهاي الشقق بيجوا عشان يعطوا حصص هنا مكثفة لاحظي 3 hours of intensive tuition then after enjoying lunch together بعد الغداء هسا خلصنا breakfast بعدين حكينا intensive tuition then after enjoying lunch بعد ما تستمتعي بالغداء طبعا after enjoying lunch together around the table لما يجي يحكي لك enjoying lunch around the table this means that they live as a family كأنهم عائلة يعني بأكلوا على طاولة واحدة you will So we are going to talk about the informal activities. أنا شو حكيت لك الانفورمال activity؟ ليه الفورمال activity النشاط الرسمي اللي بيعملوه. You will have 3 hours of intensive tuition. هذا إيش بنحكي عنه formal. هسا الانفورمال activities after lunch. بعد الغداء النشاطات الغير رسمية. اللي هي You will visit. Number one. Local places of interest. بدك تروحي على المناطق المحلية حتى يعني اللي في المنطقة اللي في الحي اللي هي فيها هاي الشقة حتى إنه للاستمتاع فيها وتشوفيها وتتعرفي عليها number two go shopping بدك تروحي تتسوقي إذا حابة number three take part in sports إنه أنت تروحي تلعب رياضة okay So these are 3 examples of informal activities. النشاطات الغير رسمية اللي ممكن تعمليها في بعد الغداء طبعاً. Okay. In the evenings. هسا. In the evenings. المساء. فترة المساء. There will be a choice of cultural activities. هسا في عندك خيار. إنه أنت تروحي تعملي نشاطات. ثقافية cultural activities for example examples on what على إيش الأمثلة the cultural activities النشاطات الثقافية for example the theater this is an activity إنك تروحي على المسرح نشاط
ما له هذا النشاط؟ اسمه cultural activity. لاحظي، نشاط ثقافي. or concert، أو إنك تحضري حفل موسيقي، فإذا هاي كمان cultural activity. or you may prefer to relax at home. this is an activity. هذا نشاط. it's not a cultural activity. مش إنه نشاط ثقافي، but it is an activity. هو عبارة عن نشاط. you may prefer to relax at home and chat in English naturally. ممكن تفضلي، أنا ما حابة أروح لا على مسرح ولا أحضر حفل موسيقي، فإذا بفضل إن أضلني في البيت. but what will you be doing at home؟ شو راح تكوني بتعملي بالبيت؟ chat in English naturally. رح تكوني حتى بتدردشي وبتحكي مع أي حدا في البيت، لكن بتدردشي باللغة الإنجليزية naturally، إشي طبيعي. as if you are living with your family but you chat with these people in English، لكن أنت بتدردشي معهم باللغة الإنجليزية. let's return back. what are the activity the activities in this apartment. طبعا in the mornings أعطاني activity اللي هو حكالي الformal activity اللي 3 hours of intensive tuition. after طبعا this is after breakfast. هسا after lunch we have informal activities. في عنا نشاطات غير رسمية. local places, visit local places, go shopping, take part in sport. in the evenings المساء we have cultural activities, the theater and concert. these are cultural activities. but from the evening activities كمان منضيف لنشاطات المساء you may prefer to relax at home and chat in English naturally. these are the activities. so what will I be doing? these activities. okay. now whatever you do your teachers. شو ما انتي تعملي your teachers، في عنا معلمينك او معلماتك will be with you، رح يكونوا معك. يعني شو رح تكوني انتي لحالك، شو ما بدك تعملي من هاي النشاطات في حدا معك. اوكي، اللي هم the teachers. so what's the role of the teachers؟ يعني هون نقطة مهمة، the role of the teachers، دور المعلمين. acting as number one. acting معناها يمثل، يعني شو دورهم؟ their role، the role of the teachers. يعني انت بتقدر تحكي لي role اللي هي معناها دور of teachers، دور المعلمين. acting as guides، مرشدين، هاي number one، هاي دورهم. tutors اللي هم معلمين. and friends، وأصدقاء إلك، يعني بكونوا بدردشوا معاك ويحكوا معاك زي كأنه أنت صاحبيتهم. أوكي، فإذا three roles of the teachers. that's it about number three. number four. some people just come for a week. في فئة من الناس، بعض الناس بيجوا فقط لأسبوع واحد. a week يعني a week، one week. أوكي، for a week. and they are usually، they اللي هم مين؟ people. they are usually amazed by how much progress they اللي هم people make in such a short time. بيكونوا عن جد هم نفسهم مذهولين من حالهم، قديش انهم حققوا نجاح وتقدم في هذا الوقت القصير. يعني لاحظي مجموعة من الناس بيجوا، قديش بدهم بيجوا من البداية، يعني هم بكونوا مقررين بيجوا على الدورة هاي، بكونوا بدهم بس one week، أسبوع واحد يضلوا بهاي الشقق ويأخذوا الدورة. this is the first group of people. هسا others، مجموعة الثانية، come for two three even four weeks. المجموعة الثانية بيجوا أكثر من أسبوع، يعني أسبوعين، ثلاث أسابيع، أو مرات أربع أسابيع. okay. so how long are the courses؟ كم مدة هاي الدورات؟ لاحظي العنوان number four الheading how long are the courses، كم مدة الدورات number four مع A، يعني قبل ما كمل لك إياها أعطاني الجواب how long are courses. لما يجي يحكي لك how long اعرف إنه بسألني عن duration of time، ماشي، بسألني عن الفترة الزمنية. أوكي، إذن حطي لي عند how long اللي هي duration of time، بسألني عن الفترة الزمنية. how long we have two lengths of time، في عنا فترتين زمنيات
maybe they want a week, others, some people want a week, and others come for 2, 3, even 4 weeks. Okay? طيب, it's up to you. برجع لك انت. This is your choice. It's up to you, so this is your choice. انت اختيارك انت. انت بتختاري اللي بدك اياه من هذول. You can be sure of one thing. لكن شو ما اخترتي انت, لازم تكوني واثقة بشيء واحد. We'll do our very best to give you a first class experience. رح نبذل قصارى جهدنا حتى إن نعطيك خبرتنا اللي هي من الدرجة الأولى. And send you home thinking and dreaming in English. ولما نرجعك على البيت منرجعك إيش؟ بتفكري باللغة الإنجليزية. And dream in English. حتى بتحلمي باللغة الإنجليزية. As if you are an English. كأنك أنت أصلا إنجليزية مش عربية. Okay? It's a nice text. Now, this is the text. هسه كثير عندنا مهم, الأفكار واضحة كثير, بس كثير مهم انتبهي لنمط الأسئلة اللي موجودين عندنا هنا. ماشي؟ أول شغلة حكيت لك انتبهي للهيدينجز, العناوين, وشوفي كيف اخترنا كل عنوان حسب إيش. ماشي؟ شغلة ثانية immerse و emergent, انتبهي لي إلهم. حتى لما إجانا أعطانا المعنى أعطانا immerse اللي هي الفيرب مش emergent الناون. اوكي, يعني هاي ايمرج الناون, لكن احنا حكينا انه احنا اصلا نذكرت انه الكلمتين اللي هي عندك الفيرب هيها ايمرس, ومرت عندي الناون ايمرجن. اوكي, تو ايمرس اللي هي الفيرب وايمرجن الناون, واعطاني معنى ايمرس. ناو ليتس لوك ات اكسرسايز 10. انسر ذا كويستشنز. نمبر 1, the text says that students will be living as a family. Give two examples from the text that illustrates this. هسا مش حكالي انهم عايشين كعائلة. خلينا ناخذ مثالين من النص. حكالي the students eat. هاي واحدة انهم باكلوا مع بعض, صح؟ The students eat together. باكلوا مع بعض. And socialize together. وكمان بتواصلوا اجتماعيا مع بعض. Okay? They eat and socialize together. بوكلو بتواصلوا اجتماعيا مع بعض. هسا انت بدكش تحكي لي, يعني هي مش حرفيا مرت معاي هيك بالنص, لكن كانوا حاكين لي they eat around a table. لما اعطوني اياها هنا line 20 حكالي after enjoying lunch together around the table, so they eat with each other. مش هيك هاي شغلة. This indicates that they live as a family. Another thing that they said that you may prefer to relax at home and chat in English naturally. انت تقعدي ويعني تدردشي مع اللي موجودين باللغة الإنجليزية naturally. Okay? You live as a family. إن انتوا بتكونوا عايشين مع بعض كعائلة. You will live and work together as a family. إذا socialize. You will live and work together as a family. هاي 100% بتعطيك إياه إنه عائلة. والشغلة الثانية اللي هي لما إجي حكى لك you eat around the table. Number 2, which part of the day will be the most formal? أي جزء في اليوم اللي بيكون كثير formal, أكثر إشي formal. What happens then? طبعا the first question, which part will be the most formal, اللي هي the morning. Okay, the morning, الصباح هو أكثر إشي formal. هسا what happens then, بعد هيك شو بصير, when there are 3 hours of intensive tuition. ليش إحنا بنحكي عنه formal أصلا؟ شو بصير فيه الصباح؟ إنه في عنا 3 ساعات من تعليم المكثف. Number 3, what do you think a tailor-made course means? شو يعني tailor-made course؟ احنا اخذناها معناها, لكن هون شو معناها الدورة اللي هي معدة خصيصا. In paragraph 2, it is a course that is designed to meet the specific needs of an individual student. الدورة المعدة خصيصا, طبعا مصممة خصيصا حتى تلبي الاحتياجات الخاصة لكل فرد, لكل طالب بمفرده. اوكي, زي ما حكيت لك انا لما بده يجي طالب بده عشان شهاده الماجستير مثلا, فانه بده ياخذ دوره إلها, او بده يجي ياخذ يعني مثلا سكرتيره او اي حدا في مجال عمله او مهندس او اي حدا في مجال عمله بده يتقوى باللغه الانجليزيه, باخذ دوره معده خصيصا لهي الشغله. عرفتي كيف؟
Number four. Students have a lot of options. Options يعني choices, خيارات. On these courses, في عنا كثير خيارات للطلاب لما يجوا ياخذوا هاي الدورة. However, there are two decisions. في عنا قرارين. Decisions اللي هي قرارات. Okay. إذا there are two decisions. في عنا قرارين. They have to make before they arrive. What are they? يعني لاحظ طبيعة الأسئلة طبعاً يعني very accurate. كثير دقيقة الأسئلة إذا انتبهتي. هسا وطبعاً حتى لو كانت دقيقة يعني أنت مجرد ما درستيهم شفتي على إيش بركزوا طبيعة الأسئلة هنا. هسا هنا بحكي لك. في عنا a lot of options. في عندي كثير خيارات للطلاب بالنسبة للكورسز للدورات. أوكي أو للمقررات يعني اللي في الدورات. However, there are two decisions they have to make before they arrive. بدهم يقرروا قرارين قبل ما يوصلوا على هاي الدورة. What are they? What are the decisions? شو القرارات اللي بدهم يقرروها أول إشي قبل ما يأخذوا أي دورة. Number one, the duration of the course. They wish to attend. يعني لاحظي هالتلخيص. شو بدنا؟ The duration of the course. مدة الدورة اللي بدهم ياخذوها. They wish to attend. يعني شو the duration؟ A week بدهم ياخذوا دورة. اللي أسبوع. Two weeks أسبوعين. Three weeks or four weeks أو أربع أسابيع. كيف عرفناها؟ الفقرة الأخيرة كانت تحكي لي عن the duration of time. How long are the courses؟ بده يشوف حاله بده يقرر القرار بده ياخذ هذا الكورس ولا بده ياخذ هذا. عرفتي هاي اول قرار بده ياخذ ذا duration of time بده يشوف الدوره المده الزمنيه اللي بده ياخذ فيها الدوره هاي. اوكي مده الدوره اللي بده ياخذها. This is the first thing. Number two, the nature of the course. طبيعه الدوره. هسا the nature of the course وين ذكر لي اياها هون. The nature of the course بده يقرر هذا القرار كمان. Is it academic or vocational؟ هل انه بده ياخذها أكاديمية الدورة ولا بدها تكون عندك مهنية؟ اوكي هذول القرارين لازم يكون عارفهم. The duration of the course و the nature of the course. اوكي number 5 طبعا هون critical thinking من عندك لكن لازم تعرفيهم يعني هاي الأسئلة الأهم اللي موجودة عندنا هنا. Imagine you joined a small group of students on a course like this. تخيلي حالك انت انضميتي لطلاب باخذوا هاي الدورة. Okay? Think of three positive aspects. مظاهر إيجابية. Positive aspects اكتبي لي إياها اللي هي مظاهر إيجابية. Okay? هسا وكمان and three possible problems. مشكلات محتملة. أوكي فإذا أنا بدي أفكر في positive aspects مظاهر إيجابية وبدي أفكر كمان في possible problems ممكن يواجهنا مشكلات محددة. خلينا نشوف for example يعني suggested answer هذا critical thinking السؤال بدي أعطيكي إجابة مقترحة. possible aspects المظاهر الإيجابية. Number one, you will introduce new friends. ولا لا انت لما تروحي على الدورة بدك تتعرفي على صديقات جداد إلك. اوكي number two, you will be alert and active when you learn a foreign language. يعني رح تكوني نبيهة رح يصير عندك نباهة أكثر وأكتف ونشيطة أكثر when you learn a foreign language لما تتعلمي لغة أجنبية. Number three, you will take the responsibility of yourself. حلو الحلو إنه هنا رح تعيشي لحالك يعني رح تطلعي من البيت. فهنا بحكي لك you will take the responsibility of yourself. رح تكوني ويمكن هي يعني for boys يمكن أكثر الأولاد أكثر رح الدورات اللي زي هيك بتحملوا مسؤولية نفسهم. أوكي. كمان this can increase your self confidence. يعني الطالب لما يروح هناك بزيد من ثقته بنفسه. أوكي طبعا these are suggested answers انت ممكن تضيفي من عندك لكن هون حبيت أعطيكي مقترحات. هسا possible problems في عنا مشكلات ممكن تواجه الواحد في هيك دورات.
I won't be if this course was for me. لو كان إلي بحكي لك I won't have time to learn as much as I want because it's a short period. لأنها الفترة كثير قصيرة لكن مش لا أعتقد إني راح أتعلم قد ما بدي أنا. يعني بكون بدي أتعلم كثير شغلات لكن الوقت محدود because it's a short of time. نمبر 2 لكن انت ممكن تيجي تحكي لك the shortage of time, ممكن تيجي تحكي the lack of time, قلة الوقت, يعني ما في وقت كثير, the short period of time, الفترة القصيرة, هاي مشكلة. نمبر 2 lack of money to pay for such a course, يعني قلة المال انه الواحد اللي راح يدفعه لدورة زي هيك ممكن تكون يعني expensive. It needs a lot of money. Number 3 the different behavior of students there. طبعا السلوك او التصرفات المختلفه للطلاب هناك. You will go and live with students from a lot of places or cities. They come to live in one apartment. بدهم يعيشوا في شقه واحده, فمش كلياتهم يعني سلوكهم ممكن يعجبنا او نتوافق معنا. Okay, this is a problem. So this is a suggested answer. هسا exercise 6 would you, أنا بس هيك حطيت عليه عشان تعرفي إنه أنا قاعد بكمل هون الإجابة هذا السؤال positive aspects. Would you go on a course like this? Why or why not? هسا هون هذا السؤال بيرجعني لهون. هسا would you go on a course like this? If you said yes, إذا حكيتي بدك تروحي why؟ في عندك هون البوزيتيف اسبيكتس. اف يو سيد نو هي عندك البروبلمز. عرفتي كيف؟ سو ذيس از ا كريتيكال ثينكينج اند اتس ان امبورتانت كويستشن. 11 كومبليت ذا سنتنسز وذ ذا ووردز ان بولد ان ذا تكست. نكمل بهاي الكلمات. طبعا الكلمات اللي في البولد كانت عندي اكاديميك, اكاديمي, كانت عندي اندر جراديويت اللي هو الطالب الدراسات, طالب البكالوريوس, يس, اللي هو الطالب الجامعي. في عندنا بوست جراديويت اللي هو الدراسات للشهادات العليا للدكتوراه والماجستير, فوكيشنال اللي هي مهني. ناو Look at number one. After Nasser completes his first degree, بس يكمل ناصر درجة العلمية الأولى, he's hoping to do a postgraduate degree. هو يأمل إنه يكمل إيش؟ لاحظي بعد after the first degree, بعد الشهادة الأولى, the first degree اللي هي البكالوريوس, بده يكمل إيش؟ postgraduate degree, درجة الدراسات العليا اللي هي راح تكون عندك master's degree. أوكي؟ دائما البوست جراديويت اللي هي افتر فيرست ديجري اللي هي عندك الماسترز ديجري, وعاده بعد الماسترز افتر ذا ماسترز ديجري وي هاف بي اتش دي او دكتوراه. مريم از ان اكسلنت ستودنت, شي جيتس اب جيتس توب ماركس ان اكاديميك. ما دام الطالبه مجتهده فهي تحصل على علامات عاليه في المواد الاكاديميه, اكاديميك سبجكتس لايك هيستوري, ارابيك اند ماث. Number 3 my brother has just left school, now he's a university undergraduate. اخوي خلص المدرسه اللي هو بعمركم طبعا توجيهي اكيد بكون خلص المدرسه فورا بعد المدرسه. شو في عندنا؟ a university undergraduate, he's a university undergraduate, فاذا هو طالب جامعي. عرفتي عشان الاندرجراديويت دائما عشان يحصل على الدرجه الجامعيه الاولى. Number 4 my cousin is an electrician, ابن عمي كهربائي. instead of going to university, بدل ما يروح يدرس بالجامعة, he did a vocational course. مدام electrician كهربائي فإذا vocational course, أخذ دورة مهنية at a local training college, في كلية تدريب مهني. okay that's it about the text. now let's look at the questions in the worksheet booklet. نطلع أسئلة الدوسية. طبعا أسئلة الدوسية لاحظي أنا إن شاء الله راح أصور لك إياهم, فيهم كل الأفكار اللي حكيت لك إياهم بالنص لكن هون منظمين. كل فكرة طبعا حطيت لك إياها بالسؤال اللي ممكن يجي عليها ويا ريت تنتبهوا لهم. بعدين في عندك بعديها طبعا تكملة الأسئلة بالصفحة اللي بعديها, وفي عندنا critical thinking تفكير ناقد. طبعا الإجابات بدها تكون من عندك في التفكير الناقد, وأي إشي طبعا ask me اسأليني أي شغلة ما فهمتيها إن شاء الله لما أصور لك إياهم.
بعدين في عندنا الكوتيشن، الكوتيشن اللي هو الاقتباس اللي موجود عندك بنهاية الوحدة في الستودنت بوك، لكن حطيت لك إياها طبعاً هنا لأنه هو أصلاً يعني كثير مناسب لهاي للدرس هذا. طبعاً موجود عندك الكوتيشن بالستودنت بوك بيج 55، صفحة 55، أوكي؟ بالستودنت بوك، وراح نناقشه هسه ان شاء الله بعد ما تشوفي لي اياه بالكوتيشن. طبعا ريد كوتيشن، دو يو اجري وذات. دائما انتبهي لما يجي يحكي لك دو يو اجري، هل انت موافقه عليها؟ فاذا هذا بيجيك كريتيكال ثينكينج، هذا الكوتيشن هي شغله، هل انت موافقه؟ واي اور واي نوت، لما تيجي تحكي له يس اي اجري بدك تعطيني تو ريزونز، سببين بدك تكون محضريتهم جاهزين. ترانسليت ذا كوتيشن انتو ارابيك، كمان بدك تعرفي الترجمة باللغة العربية للكوتيشن ضروري، اوكي؟ ليتس لوك ات ذا كوتيشن، نطلع على الكوتيشن هنا. Anyone who stops learning is old. أي شخص بتوقف عن التعليم فكأني أنا قاعد بحكي لك إنه هو يعني كبير أو هرم. Whether at 20 or 80، سواء كان، أنا ما بقعد بحكيك يا كبير بالعمر إنه يعني صار كبير، لا، إنه سواء كان بالعشرينات أو كان عمره 20 أو كان عمره 80. Anyone who keeps learning stays young، ومن يواصل التعليم يبقى شباب حتى لو كان كثير كبير بالعمر. طبعا الترجمة اللي موجودة عندنا هنا، just a moment، yes، من يتوقف عن التعلم يهرم سواء كان في العشرين أم في الثمانين، وأي شخص يستمر في التعلم يبقى شابا وإن كان في سن الثمانين، أوكي؟ هسا أي شخص يستمر في التعلم يبقى شابا، أكيد أي شخص بيستمر في التعلم بتظلها روحه روح شباب، وكمان نفسيته نفسية شباب. Now let's look at this quotation. شايف السببين اللي موجودات عندك هون؟ هدول بدك تحفظيهم، بدك تفهميهم وتخلي الفكرة اللي في بالك زي ما بدك، لأنه هذا بيجيك critical thinking. أول شغلة مش حكالك do you agree with it، أول شغلة ما دام هل أنت موافقة do you agree with it، فأنت بتحكي له I agree with this opinion، هي أول شغلة I agree with this opinion أو yes I agree، هي لعند هنا جاوبت على هذا السؤال. هسا بدي أحكي why، because it's known that، من المعروف إنه the world is moving forward، إنه العالم بتقدم. So people need to keep up with progress، الناس بحاجة إنهم يتواصلوا أو يواكبوا، keep up with معناها يواكب، progress التقدم، whether inside school، سواء داخل المدرسة or outside it أو خارج المدرسة، okay؟ This is the first idea، هاي الفكرة الأولى اللي أعطاني إياها. فإذا الإنسان لازم يواكب المستجدات أو التطور في التعليم أو في العالم اللي حوله. Number two، الفكرة الثانية، moreover our، عدا عن ذلك طبعا أو أكثر من ذلك، in addition moreover نفس الإشي، our brains are trainable، أدمغتنا مالها إنها قابلة للتمرين، which means that if we practice learning، اللي معناها ما دام قابل للتمرين، انت مجرد ما مرنت الدماغ بتمرن، which means that if we practice learning، هذا معناه اذا احنا مارسنا التعليم we will learn more effectively، سوف نتعلم بفاعلية اكثر او بكفاءة اكثر، اوكي؟ فاذا ايش اعطاني فكرتين، يا ريت هذول الفكرتين يضلوا في بالك، هذول critical thinking. That's it about this quotation. Now let's return back to the previous questions, the ministry previous questions. اجت هاي القطعة في الدورة الشتوية طبعا 2018، كان اجت هاي القطعة، خلينا نشوف شو جابوا أسئلة عليها. طبعا كان التكست نص زي هيك، زي ما انت شايفة النص اللي أخذناه. Let's look at the questions، لازم تشوفي طبيعة الأسئلة. Number one، in the evenings students at extreme English can practice some activities. لاحظي عن إيش سألني؟ in the evenings، النشاطات اللي في المساء. إحنا حكينا we have two types of activities، حكينا in the mornings و in the evenings، فلما يجي يحكي لك in the evenings طلعيش فوق، خلص in the evenings، اوكي؟
حكالنا in the evenings students at extreme english can practice some activities write down two of these activities اكتبي لي اثنين من هاي النشاطات طبعا اي نشاطين انت ممكن تكتبيهم طبعا just a moment الاكتيفيتيز طبعا نمبر 1 الثياتر ونمبر 2 حكى لي اكونسرت هذول الاكتيفيتيز اللي اعطاني اياهم مش هيك هاي الكلتشرال اكتيفيتيز هم الاثنتين اللي اعطاني اياهم نمبر 2 بيفور ارايفنج تو كاري اوت ا كورس ات اكستريم انجلش ستودنتس هاف تو ميك تو ديسيشنز قبل ما يبلشوا الدوره هاي لازم يتخذوا قرارين لاحظي رايت داون ذيز تو ديسيشنز اكتبي لي شو هم هذول القرارين اللي هم number one the duration of the course they wish to attend اللي هي الفترة الدورة اللي بدهم يلتحقوا فيها number two the nature of the course academic or vocational هسا كيف طلعناهم هدول موجودين أصلا في النص لاحظي في الكتاب في النص الكتاب ما كانوا موجودين أعطونا إياها كملخص يعني إنه the duration وحكالك إنه the nature of the course لكن طلعي كيف القطعة لما جابوها بالوزارة هاي paragraph 1 ضافوا هاي الفقرة you have to determine two things before attending such a course قبل ما تلتحقي بدورة مثل هيك لازم إنه تقرري شغلتين اللي هي the duration of the course you wish to attend هاي واحدة and the nature of the course whether academic or vocational عشان تكوني عارفة إنه كل إشي بجيبولك إياه موجود قدامك يعني في النص حتى لو كانت لما أعطونا الأسئلة في الأكتيفيتي بوك هنا لما اجى حكى لي عنها لاحظي انا قلت لك هاي الديسيشنز القرارات اعطاني ملخص احنا عرفنا انه من هون ومن هون طلع ابعاد عن بعض ومش موجود مباشر الجواب لكن لما حط لك النص بالوزاره حط لك الفقره كامله يعني الجواب موجود قدامك ماشي نمبر 3 كوت ا سنتنس ويتش شوز هاو تيتشرز كان سبورت ذير ستودنتس in extreme English how teachers can support كيف ممكن يدعموا طلابهم المعلمين teachers كيف ممكن يدعموهم يعني what's the role of the teachers شو كان دور المعلمين في هاي الدورة احنا حكينا acting as هيو acting as guides tutors and friends هاي الثلاث ادوار للمعلمين number four Find a word, أوجد كلمة in the text that means اللي معناها to be deeply involved in something and spend most of your time doing it. طبعاً الكلمة الكلمة الرئيسية اللي في النص يعني ما فيش غيرها بيجي اللي هي كلمة immerse. هسا لما تيجي تنقليها من النص تيجي تنقلي لي immerse زي ما هي هيك. يعني ما تنقلي لي حرف يكون ناقص يعني لو حطيتي لي immerse حرف واحد يعني اكيد مش محسوبه هاي الكلمه بدها تكون فبدك تديري بالك انت عارفيتها immerse خديها كوبي من النص بالضبط زي ما هي انا قلت لك ان لما اجى اعطانا المعنى اعطاني الفيرب immerse ما اعطاني immersion فانا مش مقبول تحطي لي immersion بدي immerse اوكي لانه لما حكينا عن المعاني هاي انا بدي اذكرك فيها شوفي لي اياها لاحظي لايش المعنى للفيرب مش للنون اوكي فبدك تكوني دقيقه في هاي الشغله نمبر 5 what does the underlined word it refer to هسه it على ايش راجعه it in it هاي what does it refer to language مبين يعني ما في شيء الا language هنا كلياتهم ضميرين ثلاثه اللي في النص Number 6. Learning a foreign language comes up with different kinds of struggles and obstacles. هسا struggles اللي هي problems نفس problems يعني شوف السؤال اللي جابه طبعا من عند هون من عند 6 critical thinking هذا السؤال critical. شوفي انت learning a foreign language تعلم لغة أجنبية بيحكي لك comes up with different kinds of struggles and obstacles عوائق write down three possible obstacles a person may face while learning
a foreign language. أعطيني ثلاثة من هاي العوائق obstacles. انتبهي للكلمات تكرر تكرر كثير بالوزارة بأسئلة الوزارة. كلمة obstacles و struggles خلص على طول حطي لي هذول الكلمتين إنهم بيعبروا عن problems. عرفتي المشكلات اللي بتواجه الشخص سواء كانت عوائق أو أي تحديات. صح أنا عندي تحديات وعوائق لكن هم بيعبروا عن البروبلمز المشكلات. مرت معانا طبعا لما كنا نحكي عن هنا الاكتيفيتي بوك البروبلمز بوسيبل بروبلمز هدول الشغلات. وممكن انت تيجي تحطي من عندك طبعا اي شغلة، المهم انك تكوني فهميتها. نمبر 7 كمان نمبر 7 critical thinking. It said that anyone who keeps learning stays young. شو هاي اللي هي عندنا الكوتيشن؟ Anyone who stops learning is old. وبعدين كمل لي إياها، لكن هون أعطاني جزء منها. It said that anyone who keeps learning stays young. يعني الكوتيشن. Think of this statement and in two sentences write down your point of view. يا ريتك تكوني تدرسي لي الكوتيشن مظبوط، اعرفي لي الفكرتين اللي موجودات هون. لو كتبت هذول الفكرتين يعني perfect أكيد. Okay, that's it. هاي بالنسبة لأسئلة الوزارة اللي إجوا عنا 2000 وطبعا 2018 كانت هاي الدورة. في عنا أسئلة منصة درسك، خلينا نمر عليهم كمان. يلا منصة درسك أكيد بده يجيب لك إياها، يعني أكيد multiple choice طع دائرة، فأنت حلو إنه على الجهتين تعرفي. This is the first paragraph، هاي الفقرة الأولى. The best way to acquire a language is to. أفضل طريقة لتعلم لغة is to deeply involve yourself in the language, travel to the UK, study at Extreme English, learn a language slowly. طبعا حكى لك the best way to acquire a language is to immerse yourself in it. فإذا أكيد to involve yourself in a language إنه أنت اللغة هاي إنه تنهمكي فيها أو تشتغلي فيها. هسه بدك تيجي تحكي لي غير لي أعطاني كلمة involve، بس نظرة سريعة شو يعني immerse؟ To be deeply involved in something، إن تكوني أنت منهمكة في شيء معين. فإذا لما أعطاني إياها هون أعطاني على أساس إنه أنت عارفة كلمة involve. أوكي حكالك to immerse yourself in it يعني to involve yourself in the language. Okay. Number two. The of something means how long something lasts. تلقائيا بدك تعرفي لي انه how long اللي هي ايش؟ بنحكي عن ايش؟ the duration. Okay. بس هون السؤال اعطونا اياه المنصة عشان تنتبهي انه لما اجي احكي the duration of something اللي هي مدة شيء معين، مدة زمنية اللي هي how long something lasts اللي هي كم تستمر هاي الشيء معين. The second paragraph, the word that means something made to fit or meet the needs of the students is إيش الكلمة اللي معناها تناسب احتياجات شخص معين أو شيء معين اللي هي tailor made معد خصيصا. Number three. This is the paragraph. Will act as guides, tutors, and friends. Who will act as guides, tutors, and friends? اللي هي teachers. Number four. The pronoun others refer to. Others. مش عطانا هون others. على إيش راجع؟ عن إيش قاعد بحكي؟ People who come for more than 2 weeks. اللي بيجوا لا أكثر من أسبوعين. الناس people who come for 1 week اللي بيجوا لأسبوع واحد. people who live in the UK, teachers who have a good experience. اللي هي عندك people who come for more than 2 weeks لأنه حكى لي others come for 2, 3, even 4 weeks. That's it. Thank you very much.